باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صلاة للقديس مار إفرام السورياني. مبارك يا من صرت طفلا وعدت البشرية للطفولة مرة أخرى. مبارك هو الثمر الذي تنازل إلينا نحن المائتين جوعا. مبارك هو الصالح معطي الخيرات الذي أشبع أعوازنا وأمدنا باحتياجاتنا. مبارك هو الذي برحمته تنازل ليفتقد ضعفنا. السبح لذاك الذي انتهر البرص فاختفى ورأته الحمى فولت هاربة. السبح للمتحنن الذي حمل أتعابنا. السبح لمجيئك الذي وهب حياة لبني البشر. مبارك هو الذي بإرادته جاء إلى أحشاء القديسة مريم العذراء، فولد وأتى إلى حضنها ونمى في القامة. مبارك هذا الذي بتجسده اشترى لطبيعتنا حياة. مبارك هذا الذي ختم نفوسنا وزينها وخطبها لنفسه عروسا. مبارك هذا الذي جعل ناسوته خيمة لطبيعته غير المنظورة. المجد لذاك العلي الذي مزج عقولنا بملحه ونفوسنا بخميرته وجسده صار خبزا ليحيي موتنا. آمين.